معكم في وصفات العشاء. وصفه اليوم عباره عن كرواسه معمره بالطون والخضار مخلله. نحتاجو في مقادير عندنا كرواسه مالحه، فايت حضرتها معكم في حلقه السابقه، نخليكم الرابط في اسفل الفيديو. نحتاجو 100 غرام من الطون هذا ديال الزيت، خليته صفيته مزيان ديك الزيت اللي كانت فيه. عندنا 100 غرام من الخضر مخلله، يعني هنا فيها خيزو وشي ديال الخيار مخلل كلهم مقطعين طريفات صغار. غادي نحتاجو واحد 4 معالق كبار من المايونيز، حتى هو فايت اللي صاوبتو معاكم باشكال متعدده وبطرق مختلفه. ممكن تصاوبوا بها المايونيز ديالكم او ممكن تستخدموا هذاك اللي كناخذوه على برا. بالنسبه باش غادي نزينو على في خارج ديال الكرواسه، غادي نحتاجو فرماج احمر، يعني الكميه غير محدده، ممكن على حساب الكميه اللي عندكم. ممكن تستخدموا وكذلك جبن موتزاريلا. وغنحتاجو دوائر من الخيار مخلل. كناخذو في بول كنديرو فيه الطون، كنديرو ليه الخضر المخلله. هنا ما درتش الملح كاع، لانه اصلا الطون ولا الخضر فيهم الملحه. غادي نزيدو المايونيز، كنخلطو كلشي مع بعضياتو. انا المايونيز فاش صوبتها ما درتش فيهاش كاع الملحه. هنايا بالنسبه ملي كنخلطوها مزيان، هنا بالنسبه للكرواسون ممكن تخدموا بهذيك اللي عندكم بيته، يعني كانت بقات لكم تجيبوها وتحلوها من هنا بهذا الشكل هذا، شويه لها وتعمروا فيها، ديروا واحد معلقه صغيره، دهنوها عليها كامله. حلقه وديروها في الطاوه. انا هنا خديت الطاوه درت ليها غير ورق طاي، الا ما عندكمش ورق طاي ممكن غير دهنوها بشويه ديال الزيت باش ما تلصق لكمش، وكتبقاو غادي بحال هكا. بالنسبه لهاد الفكره هذه، فهي الكرواسه اللي مثلا كتبقى بايته عندكم وما كتعرفوا ما ديروا بها، ممكن تستخدموها في هكا وتودفوها عاوتاني. علاش لا، هنايا كنضيفو معلقه صغيره. بلاصه الطون ممكن ديروا كفته او لا دجاج مشحار او لا حتى الكاشير، علاش لا، حتى هو حتى هو يجي مزيان، الى خصوصا الا درتو داك الكاشير ديال الدار. بعد ما كنساليو كناخذو الفرماج احمر وكنديروه من الفوق. غنوريكم غير في وحده كيفاش غادي نديرو ليها. وكناخذو حلق الخيار المخلل كنديروه في الجنب، ملي كنساليو كندخلوه للفران دار الشحاره 180، كياخذنا واحد 10 ديال الدقائق غير كيدوب لينا داك الفرماج وصافي وكنخرجوه. كرواسه الطون والخضر المخلل بعد ما كتوجد فهي كتجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتنال اعجابكم، لانها شويه مختلفه على العاده اللي كنصاوبوا بها، ديما حلوه. من الافضل نبدلو شويه نردوها مالح. نشوفكم في فيديو اخر مع وصفه جديده. الى اللقاء.